طابت أوقاتكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة نوميديا، والبداية بأبرز عناوينها. قبل يومين من اختتامه المطالعة والكتاب المدرسي في الصدارة بالمعرض الدولي للكتاب. حزبيا لويزا حنون تتجاهل مبادرة الأفلان وتحذر من زيادة الأسعار. وفي روبورتاج النشرة، الإقصاء من الترحيل يعمق معاناة سكان سيلات ببني مسوس. دوليا من جنوب السودان، وبعد أقل من أسبوع عشرات القتلى في تحطم طائرة روسية ثانية. أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل، نأخذكم إلى المعرض الدولي للكتاب، أين تتواصل فعالية الطبعة العشرين التي أخذت فيها الكتب والمطبوعات المدرسية حصة الأسد، والتي كما للأطفال كانت قبلة للأولياء. رميساء ماكسين قامت بجولة استطلاعية وعادت لنا بهذا التقرير. الكتاب شبه المدرسي لقي إقبالا كبيرا من قبل التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة من أجل اقتناء كتب تساعدهم في مشوارهم الدراسي، نظرا إلى الرواج الكبير الذي يلقاه هذا النوع من الكتب. شريت رياضيات باسكو نحبها بزاف، هي في المادة. شريت لي زيستوار تاع عربية باسكو نحب المطالعة بزاف. شرينا كتابات مفيدة تاع قراءة نقرأ فيهم، وقصص متنوعة تفيد الفكر، وأعجبني هذا المكان كثيرا. الكتب الأكثر إقبال الكتب المدرسية، لخاطرش ما راهيش متوفرة في جميع الأسواق، وصابوا كشغل هنا وش يسحقوا صابوا هنا. اللافت في الطبعة العشرين لمعرض الكتاب ارتفاع للأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، والتي أرجعها العارضون إلى عدة أسباب. ما هي ترجع الأسعار تاع الورق الأبيض طلع شوية مع بارابور العوام اللي فاتوا. مرتفع صح، مرتفع الأسعار باسكو الآخرين اللي سطو هنايا راهم زادوا في الكرا تاعهم، والدينار انخفض والأورو ارتفع. طبعة هذا العام وإن كانت مختلفة عن سابقتها، إلا أنها حملت مشاهدا تبرز أن القراءة والمطالعة بدأت تأخذ موقعها في حياة الجزائريين ويومياتهم. في ملف تعاون، وصل رئيس مجلس الدوما لفيدرالية روسيا سيرغي ناريشكين اليوم الأربعاء إلى الجزائر في زيارة رسمية بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين. وسيجري رئيس مجلسي البلدين خلال هذه الزيارة محادثات تتطرق إلى ملفات التعاون والبحث عن سبل تفعيل مختلف جوانبه، خصوصا في ظل المعطيات السياسية والاقتصادية التي تشكل تحديا مشتركا للجانبين. إلى البيض، مهد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي، حيث شيع جثمان المرحوم بالحرمة الحاج معمر حفيد الشيخ بوعمامة، أحد قادة ثورة أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الغربي للبلاد، والتي استمرت 23 سنة بمدينة البيض سيد الشيخ، والذي وافته ألمانية يوم أمس عن عمر ناهز 100 سنة، فيما حضر الجنازة عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وشخصيات وطنية تاريخية. وهذه المنطقة التي عانت ما عانت في ثورة ولاد سيد الشيخ وثورة سيدي بوعمامة وثورة الفاتح من نوفمبر، تقدم اليوم واحدا من خيرة رجالاتها يغادر أرضها، ولكن ذكراه باق في نفوسنا. في الاقتصاد، تراجع فاتورة واردات الحليب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى ما يقارب النصف، وضع الجزائر أمام أزمة جديدة عنوانها الحليب، بعد إقرار الوصاية دعم سعر الحليب الطازج ب4 دنانير للتر الواحد، منها دينارين لكل لتر، والسعر المرجعي يرتفع بدينارين. يأتي ذلك في وقت تباينت فيه مواقف مهنيو القطاع.
خطوة جديدة تسعى من خلالها الحكومة إعادة التوازن للمربين الذين لا يملكون الأراضي ولهم صعوبات في إنتاج الأعلاف، وإعطاء الأولوية للمتعاملين في الشعب منتجين ومربين، وكذا الملبنات للمشاركة في المستثمرات النموذجية. قرار أسال لعاب بعض مهنيي القطاع. هذا مكسب للمربين. يعني عندهم زوج نقاط اساسيين اللي هي النخاله صراحه 1500 دينار اقتناء مباشر من عند المحولين، وكذلك 2 دينار و2 دينار من عند الطرفين اللي تحصل عليها المربي كزياده. نقدروا نساهموا في تقليص الفاتوره لما الحليب هذا يقدر يفرض روحه في السوق الوطنيه. فيما يرى البعض الاخر خطوه حكومه سلال بعين مغايره. غير كافي باسكو شوفي نروح للميدان نوريك واش الغلاء اللي كاين. هما واحد الوقت دعموا الاعلاف تاع المواشي، فهمتي؟ حنا دائما نتخبطوا هما يزيدوا يعاونوا المربي بجهه اخرى والتدعيم ما يلحقش المربي، عمره ما يلحق. إجراءات تطوير شعبة إنتاجي الحليب وإن كانت تهدف إلى تقليص فاتورة استيراد هذه المادة الحيوية المقدرة سنوياً ب300,000 طن، إلا أنها وإن كانت تصب في صالح البعض فإن واقع السوق يؤكد أن المعادلة غير متوازنة، والغالب أنها زادت من أعباء المواطن باعتباره ضحية الأولى لكل سياسات إنعاش الاقتصادي الوطني. في حوادث المرور لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح خلال 48 ساعة الأخيرة في العديد من حوادث المرور سجلت عبر مختلف مناطق الوطن حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية. وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح في 3 حوادث مرور متفرقة. حزبيا تطرقت زعيمة حزب العمال لويزا حنون اليوم بالجزائر إلى قانون المالية لسنة 2016، أين اتهمت الحكومة بالتخلي عن سياستها الاقتصادية بإلغائها لحق الشفعة وعودتها للاستدانة الخارجية، ما يعد ضربة قاتلة تفقدها سيادتها. بعد أقل من أسبوع من رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي كشف فيها عن ملامح المرحلة المقبلة ومنها التعديل الدستوري، دعت لويزا حنون إلى ضرورة تكريس حق المعارضة في ممارسة الديمقراطية والحق في التظاهر إضافة إلى حقها في الإختيار. عندما يتعلق الأمر بحقوق المعارضة، نحن نتكلم عن حقوق الشعب، عن الحق في ممارسة الديمقراطية، عن الحق في التظاهر، عن توقيف التضييق على الحريات، التوقيف عن قمع الصحفيين. رئيسة حزب العمال جددت رفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية، موضحة في السياق أن تشخيص الوضع القائم لا يتطابق مع الواقع المشحون بالمخاطر. نحن سجلنا بصفة عامة أنه تشخيص الوضع القائم في بلادنا لا يتطابق مع الواقع للأسف، لأن الواقع مشحون بالمخاطر. وبخصوص الانتخابات أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها كان من الأوائل الذي طالب بآلية مستقلة. أما بشأن مبادرات بعض الأحزاب، خلصت الأمينة العامة لحزب العمال إلى القول أن تشكيلتها غير معنية بهكذا مبادرات، لافتة إلى أن حزبها بصدد تشكيل لجان شعبية لمواجهة أي طارئة. روبورتاج النشرة توقفنا خلاله عند معاناة سكان حي سيلات الفوضوي في بني مسوس بعد عقود من الانتظار إلى الإقامة في العراء. نحو 30 عائلة تقول إنها أقصيت من عملية الترحيل الأخيرة، كما اتهمت السلطات المحلية بإقصائها بطريقة تعسفية. الزميل أمين كوشا تنقل إلى بني مسوس وعاد إلينا بهذا الروبورتاج. احنا رانا تمرمدنا، رانا في العراء بزاف، نينا مار ولادنا ما مش يقراو. أطفال وشيوخ، عجائز ونساء حوامل، هي مكونات أسر بأكملها تبيت في العراء. العائلات المقصية من عملية الترحيل بحي سيلاست الفوضوي في بني مسوس تعيش وضعية مزرية بعد تهديم سكناتها.
أعيد النداء تاعي من فضلك يا سيد الوالي، رجاء فينا في رجاءنا فيك كبير، غيثنا غيثنا، رانا تمرمدنا، رانا في العراء بزافني أنا مار، ولادنا ولادنا ما مش يقراو، أنا نخدم هنا في الزبط، أنا مرتي تخدم جينيك وعندها 15 سنة غير هذه الشهادة بينا نفوطيو هنا، يسحقونا غير وقت الفوط. ومشيت وقع ها شو حالة مزرية هذه خولي بيبي، مرة أونسين تي مرمية لهيك ها، خلنا صورناها دوكا تيكو دوك تشوفوها بوليدها، وليدها وراي أونسين وراح تزيد لتمك. أكثر من 30 عاما هي عمر المأساة، هكذا تقول العائلات المقصية التي وجدت نفسها في الخيام البلاستيكية وسط القاذورات والروائح الكريهة. وتعرف على الحق، اللي عنده حق يديه، اللي ما عندهش حق على هرماني. أنا حبيت برك نقول له يا زوخ أرواح شدوا ليستة هذه اللي داروها ونحوني، أنا شوفوا أضربوا في الميكرو إلى ديت أنا، والله دا أولادي أنا يا نروح، أنا نروح بيدي الحبس، ما تدوني ما نروح. لكن اللافت في القضية أن المواطنين شككوا في مصداقية الجهات التي تكفلت بعملية الترحيل، أين طالبوا بفتح تحقيق خاص حول السكنات التي وزعت حسبهم بطريقة غير شرعية ولأشخاص غرباء عن الحي. هاد الناس اللي داو كاين الأغلبية تاعهم ما يستهلوش باش يدو، هادو اللي سكنوا داونا حقنا وراحوا سكنوا بثلاثة، شفنا الكوامن خارجين منا بالقش، قلنا بالك هاد الناس تفادوا عيدايا، وكتاش الرحلة بدات بالخميس، هادو راحوا بثلاثة. أمام تفاقم المأساة حاولنا الاتصال برئيس البلدية، إلا أن الأخير كان غائبا بحجة أنه في اجتماع رسمي بالولاية بحسب ما قيل لنا. بين المعاناة خروج رئيس البلدية لواجهة القضية والبحث عن حلها، يبقى أمل هؤلاء الجزائريون معلقا على استجابة السلطات لمطلب يقولون أنه مشروع. إلى أخبارنا الدولية، نبدأها من فلسطين. لا زالت أوضاع الأراضي المحتلة تتجه نحو التصعيد، حيث أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء بالقدس المحتلة مناطق عسكرية مغلقة. وفي الخليل نظم أهالي عدد من الشهداء الفلسطينيين مسيرة حاشدة للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم، حيث لا زالت قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز جثامين 11 شهيدا. رأس الجبل في جنوب شرق القدس المحتلة أصبح منطقة عسكرية مغلقة، حيث انتشر القناصة الإسرائيليون على أسطح المنازل وعلى سور مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، كما أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. وبرأس العمود في سلوان جنوب المسجد الأقصى، تعطل الدوام في عدة مدارس اليوم بسبب إغلاق قوات الاحتلال المنطقة بحاجز عسكري لليوم الثاني على التوالي. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس ونشرت جنودا من المشاة في شوارعها الرئيسية والفرعية. أما في الخليل فقد شارك الآلاف في مسيرة حاشدة مطالبين سلطات الكيان الصهيوني تسليم جثامين أكثر من 11 شهيدا لا زالت محتجزة منذ عدة أسابيع. المزيد من الأخبار الدولية متفرقة من العالم جمعتها زهور سيني مختصرة لنتابع. أعلن رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا اليوم السبت استقالته من منصبه، يأتي ذلك في خطوة مفاجئة بعد ساعات من احتجاجات حاشدة طالبت باستقالة الحكومة على خلفية اتهامات بالفساد. تظاهر آلاف الإيرانيين منددين بالسياسة التي تمارسها أمريكا أمام مبنى السفارة الأمريكية السابقة بطهران في الذكرى 35 لاقتحامها من قبل الطلاب. في تايوان احتشد المئات من الأشخاص خارج مبنى البرلمان اليوم الأربعاء احتجاجاً على لقاء تاريخي مرتقب بين رئيسي تايوان والصين، حيث من المقرر أن يجري رئيس تايوان مباحثات مع نظيره الصيني السبت المقبل لأول مرة منذ ستة عقود.
تلقت عشرة المدارس في مقاطعة كيبيك الكندية تهديدات بوجود قنابل فيها، ما أدى إلى إخلاء 71 مدرسة وإغلاق البعض منها. وقال رئيس وزراء المقاطعة فيليب كولارد أن المسؤولين عن التهديدات سيتم تقديمهم للمحاكمة بعد تلقي رسائل مجهولة عبر البريد الإلكتروني. أغلقت السلطات الإندونيسية المطار الدولي بجزيرة بالي بسبب الرماد المنبعث من ثوران بركاني قريبة الذي يعتبر تهديداً لسلامة الطيران، كما حذرت السكان بضرورة الابتعاد مسافة 3 كيلومترات عن البركان. نبقى دائما في شأن الدولي. روسيا، وقبل أن تجف دموع أهالي ضحايا الطائرة التي تحطمت في مصر وخلفت أكثر من 200 قتيل، وغير بعيد عن مصر تحطمت اليوم الأربعاء طائرة شحن روسية في جوبا عاصمة جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا على الأقل. الطائرة روسية الصنع من طراز أنتونوف 12 كانت متجهة إلى بالوش في ولاية أعالي النيل، وتحطمت على بعد 800 متر من مدرج مطار جوبا الدولي، حسبما نقل عن إذاعة مرايا المدعومة من الأمم المتحدة. الطائرة وبحسب نفس المصدر تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها على ضفة نهر النيل الأبيض، وتناثرت قطع من ديل وجسد الطائرة في منطقة زراعية قريبة. أتني ويك المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان قال إن الطائرة ربما كانت تقل نحو 20 شخصا من بينهم أفراد الطاقم، وذكر المتحدث أن هناك عددا غير معروف قتل على الأرض حيث تحطمت الطائرة في مكان يعمل به صيادون، كما أشار إلى نجاة أحد أفراد الطاقم وطفل. نشرتنا تمت، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها. قبل يومين من اختتامه المطالعة والكتاب المدرسي في الصدارة بالمعرض الدولي للكتاب. حزبيا لويزا حنون تتجاهل مبادرة الأفلان وتحذر من زيادة الأسعار. وكما تابعتم في روبورتاج النشرة، الإقصاء من الترحيل يعمق معاناة سكان سيلات ببني مسوس. دوليا من جنوب السودان، وبعد أقل من أسبوع عشرات القتلى في تحطم طائرة روسية ثانية. شكرا على كرم المتابعة، سهرة ممتعة مع بقية برامج نوميديا، سلام عليكم.